لا هو انا بقول لك اولهم يعني، اللي تحتيه دي، اما نجتش وشها لا لا هنتفق مع بتعصب. بعض، هنتفق مع بعض. بص يا منار، احنا بجد هنتعامل يعني، نشوف مدام لما يتعامل معانا بالشياكة. ما بيعرفش يا بنتي، لا لا انت اللي مش مدياله فرصة. ما وديله اديله فرصة ليه؟ عشان بيقول لك ان انت بتقلبي عليه وكده. لا مش بتقلب عليا، الاشكال دي ما تعرفش قلبك يا تتعامل قلبي، معاها كده. تكبيس جاي يا نوع يعني، مش على آخرة الزمن هنستنى ابو صف حسين، دم؟ هو مين اللي بيدوس على الضحك؟ ده صف نمل. مش على آخرة الزمن ابو صف نمل ده اللي هنستناه يتكلم مش معاك؟ جاية مش جاية، لا صف احنا نمل ده بيبقى مش مثلا وعاء مستنيين، الاندر ايدج، انما احنا انا شايف عايزين بس نشوف يعني الوجه الآخر لمداهم، الوجه الكيوت لمداهم. بص يا نهى، انا هجيب لك سكه ودغري. ايوه حكم اول سابينا، اشرب اصل. لا مش انا نو هتعرف دو حكم، تفلت. because this you, this Noha your friend, another your friend, you want to play, I come no no one no one one انا one. حكم انت. لا one one come I play with you one one come I احمد do حكم قلبي عشر احمد نو 20 بس 20 بس الهندي. احمد اللي بحشيش برشلوني، محمد عبد الستار، ساره بتقول ايه يا بت؟ بتقول ايه؟ 1 1 مداهم مي 1 1 سنجل نو بس. نو نو حكم لا جلده دي. لا ما في ما في نو 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 80 مي جلده، 80 مي ما نو دو نفذتي حكم، 80 جلده، مي نو دو حكم، يو 80 وان جلده لو حكم ما نفذتي 1 1 تتجلي 80 جلده. انت بتاكلي يا منو برقوق بالواحده مداهم كده على طول؟ بسم الله ما يعني. انا يا سامح طلعتك 1 مصر 1 وخليت العيال تطلعك مسرح يو شبه المرة، وبرضه ليك عين يا شمام تدخل. انا عمري ما شفت يا اختي رجاله هزق كده. ستوب دوينج ذس، يا لهوي مرب مرب دقن يلا شمام. 1 1 الله يرحمك يا سامح. والله هزق، ما شفتش راجل هزق كده يا بنت. انت البنات فراوله حطوا له، فريند انا عايز اقول لك سيستر البنات حطوا له فراوله روج، حطوا له صور بروج، وحطوا له بميك اب وبشعر عشان قل ادبه، ومفيش فايده، بني ليه كده ادم مهزأ. يا لهوي يا سامح ليه كده؟ احضر ادب ادب الحجاب وحطيه في الزريبه يخش يمسحها. عنيفه عنيفه عنيفه. مداهم سابينا 1 1 كم نو 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 يلا جو جيف مساج ميك اب ميك اب ذس يلا مش بقى. عايزك تعملي لي مساج النهارده. يلا يا مدام بقى نستغل كده اللحظة واتكلمنا بطريقة حلوة بجد. اكلمكم بطريقه حلوه ازاي؟ دي اشكال تتكلم بطريقه كويسه. مين الأشكال دي؟ انتوا الاثنين شكرا. ايه يا مدام في ايه يا مدام؟ من احترامك من تربيتك الوسخ. السلام عليكم ورحمة أنا الله. عرفت هما بيتعاملوا معاك كده ليه؟ أهلا لا يا يا مختار، يا منار أنت لغيتي الفول ولا إيه يا منار؟ مش كملنا لا كنت عاملة لك على الاحتياطي. طب اعملي لها على الكبير بقى. مالكش فيه. مش دخلك أنت يا وجه القلقاسة، أنا معرفش. عارفة أختي اللي بيتدخلوا في شغل الحريم، ستار يا رب. طب دي أنا إيه عايزة ألعب مع علاقتها منار لو بالحريم؟ سمحت. إيه علاقتها يا بالحريم؟ مدام أنت ما تستاهلش غير إن البنات تبقى مش طايقاك كده. الاشكال دي بتعمل كده عشان بجلدهم اول باول. يا عم بعدين دول واخدينك غسيل ومكوى يا مدام، ما تمثلش. والله ما حاسه. بص انا ما عنديش مشكله ان انا اسيبك تتكلم نص ساعه وتحرق وتتشال وتتنكت واديك كلمتين واقعد باشا. بنات الشير والتكبيس يا ست. جماعه يعني الفكره مش ان انت تتكلم كتير، فكرة ان انت هتاثر في نفسيه اللي قدامك قد ايه. يا عمري طبعا دي نرجسية برج الأسد اللي هو بيقعد يقول أي كلام كده وفاكر نفسه. مبدئيا لا البنت والله عمالة مش تاكل مش محتاج، مش معبرات. محتاج صدقيني يا نهى. انتوا البنت التلاتة بتاكل ومش مش سواقين مش الفوان مستنية للكلام. كلم نفسك يا يعني. مدام، ايه ده مدام ده اتجنن ولا ايه؟ لا يعني انا بفهمكم الحقيقة يعني، ما لا ما شفتش بنت تفهمنيش، عشان محدش تشكر سألك حاجة. على الحقيقة، محدش سألك. وأنا ما شفتش راجل بصراحة برضو. لا هو انت جربتيهم كلهم؟ اه انت ادرى الصراحه. عادي عادي مش انت ما شفتش بنت؟ دم في دم. لا 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 مش انت ما شفتش بنت؟ انا ما شفتش برضه. انا ما جبتش سيره البنات، انا قلت ما شفتش بنات على التيك توك تحت يعني التيك احنا توك. اللي شفنا يا حبيبي، ما انت شايف اهو، مستحيل واحده فينا ترتبط بحد بيفتح لايف اصلا.
مصطفى واقف على الباب، سيبه سيبه شوية مش قادر أقوم. اتفرج على الحفلة اللي هتحصل عليك عشان دخلت بقلب أول. وحياة أمي لو كلهم فكرت عمالين تعملها أنا ممكن أتبلك عليك. اتبلك، أنا مش ماشي هخسر حاجة. يلا نبدأ. والله هم اللي كتبوا صورنا وبتاع ترند ومش عارف إيه، الحفلة أي اشتغلت. مشكلة ما يصوروا يا أختي، وأنا قلت حاجة غلط يصوروا حبيبي ولا يشغل بالله شبشبي ما يشغلوه. والله عادي، هي واخدة على أنا التهذيب. لو بيشغلني خلي بالك ما كنتش حتى طلعت معاك جولة، بس أنا ما بيشغلنيش يا بابا عشان أنا هفتح للواد ده. هو هيفتح جولة بعد سنتين ولا ايه ظروفه ده بقى؟ محدش قال له تعالى اتأخر، أنا قايله تيجي هنا الساعة 11 بالدقيقة. ايش هو ده اللي 10,000 شير ده؟ احنا ظبط، هتبقى ظبط نورهان، وصبت. نورهان شفتي اللوك بتاع منار يا نورهان قمر ازاي؟ عمو لا ده سامي غرقنا يا عمو سامي. لا مش دي يا هبلة، مش دي، مش دي، غرقنا يا عمو سامي، مش دي اللي بتغرق. اندمجت، معلش. هو هيفتح جولة ولا لا؟ انت بتقولي يا بت؟ ما يلا يا مدام افتح جولة. مستعجلة قوي، اه زعلتوا؟ قوي. انتوا ما سليتوش الكتيبة؟ وما لا يا بت اصلا الجوايا، كل كل الناس واحدة يا تكون فوق على قلبي. الفلوسة كده وترفع ايديها لفوق، عقاب ليها جولة كاملة. يلا ياسمين يا عمري. شوفوا بقى، خليهم هما التلاتة قاعدين كده مش عارف، مش لاقيين رد يقولوه. عشان مش انت ان الواحد لا يقول رش انا نافع ولا فائد شباشب القطيع ده. نافعة ولا عجينة نافعة، نجيب ايه؟ يلا عربية العبوا انتوا رش الاثنين مع بعض. ايه ده انت خدتني معاك ليه؟ انا اخدك انت معايا شوف ليه؟ كده بقى ذوقي مش بقى زي عايزة الزفت كده، قرفانة قرفانه. مدام لم ايه لفك، عشان انا من اول ما دخلت وانت شغلت لقح وتتعمل. اقعد مره، نفسي اشوفك قاعد مره محترم كده. ازاي بقى محترم؟ ابقى محترم مع ازاي؟ واحده، واحده اسمها شبلح، انت عايزه تقل مني في القعده؟ لا انت كده كده، ما انت شايف انت قد ايه، واحنا بس ما شاء الله مربعات مليانه مش عارفين هو بيعمل ايه. تبلح دي يا كسكسي يا اربع دقايق روح نهار روح اسود. يا كسكس روح شد الله، انا ما تكييفك. اعرفش والله، في واحده بس بترجع تعيطي في الاخر. لا ما بعيطش، انا ما برضاش مدام مدام ازعلك. بس يا بنت، طلع على محدش النبي خد يا رايي، مدام مدام، تعالى نتكلم مع بعض شويه. محدش خد رايي. صحي على نونش ديمقراطيه جدا مع اشكال ما ينفعش تستعملها الاشكال دي ما بصراحه. ينفعش تعمل معايا غير كده، تعاملت معاهم غير كده الناس تفهمني هنا ان انا انت ما انجليزي. ينفعش ما ت... يعني انت ما ينفعش غير الواحد انت يديك على فاهمه؟ دماغك عشان تفوق لحالك، لكن انت عايز واحده اوه شغل الشغل يا رجاله. خايبه، خايب، راجل خايب، احمر صح؟ قلبي يا احمر طب ورد، نمل بيتكلم 62 ورده يا ستي. ما طلبتش منك ترقصي. بس الا زبل الارض اللي اتكلم. لا عجباني اصل هي بتتكلم، انت مالك انت شحشر نفسك؟ اهو خدنا تحذير، ناخد تحذير روايه يلا منار. داهيه طب يلا انا ما يلا خدتش تحذير، احسن 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 انا خدت اخد تحذير على جوز الشراشيح دول. يا علي هرق اهو انت انا هنزل وبرخصه. معاك يا نهار اسود، عادي. سعد سعد هرستر عشان ما تبنتش. هقفل وافضى على طول.